هاي نكمل سوبر سيم مع أميرة وديمون وفلاور وروز وزاج وبوليت وأوري وليلي. بيتنا مليان، عندنا 4 سيمز و4 حيوانات، 3 حصنة وواحدة قطة، فول هاوس هول 8، والدنيا زحمة ومليانة والدنيا تلج، الدنيا تلج والحياة كلها تلج. اي قال لي ديسكفري كويست من أولها كذا، ذس نايس، خلينا نلعب بالديسكفري كويست، واي نوت، وعمالين نخلص حاجات كذا يعني من غير ما لوك ات ذات، مجرد ما بنعيش وتحصل حاجات عمالين نخلص الكويست والتاسكس المطلوبة مننا. بس عارفين قاعدة بفكر في حاجة، ما اعتقدش انه من الحكمة انه نخلي اميرة تمر عليها فترات طويلة زي كده من غير ما تاخد كارير او ما تبقى في وظيفة معينة. يعني الوظائف كتيرة قوي وهتاخد وقت طويل، فاعتقد المفروض دايما 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 نخليها بتشتغل. الباك الجديدة فور رنت جاي معاها وظيفة هاندي بيرسون اللي هو الحد اللي بيصلح، يعني مثلا لو السيمز مثلا خرب التويلت بتاعهم واتصلوا انه ياو محتاجين حد يجي يصلح لهم التويلت، الهاندي بيرسون هو اللي بيجي يصلح. سو ده هيبقى شغل اميرة بارت تايم، انه كمان الباك الجديده حاسه انه هيبقى مناسب، وكمان مناسب لثيم حياتها الحالي ان هي رانش ومزرعه ومش عارفه ايه، فحاسه هيكون مناسب ليها. اثيك هاخد الفتره الصباحيه على اساس الجيرليز يبقوا في السكول، بس لما يرجعوا تكون معاهم على اساس يعني على اساس ان هي بتعمل معاهم حاجه ولا بتمارس معاهم اي انشطه. اي ثينك انه قال نوتيفيكيشن زي ورك اساينمنت ولا حاجه وكنسلت منه بالغلط. ووبسي ووبسي، اتس فاين اتس اوكي. او ماي جاد او ماي جاد، لانه أميرة عندها that's so funny، لأنه عندها traits وحاجات بتخليها تبدأ الكارير من ليفل مرتفع، بدأت بليفل 3 already كده خلصت الكارير ديت أو البارت تايم جوب دوت. That is so funny. You know what, just for funsy، بس عشان نحس إن إحنا عن جد اشتغلنا بالوظيفة، maybe أخليها تشتغل يوم واحد فيها يوم الاثنين القادم Monday، بعدين هطلعها منها ودخلها كارير تانية. كل النباتات اللي أخذناها من الكهف ومن البريري جراس بس مش هنستخدمها في صناعة النكتر، هحطها في صندوق النباتات. والله أخذنا مجموعة حاجات ما كانتش معانا قبل كده، بقيت الحاجات دي كلها بنعمل بيها النكتر، أحسن حاجة تراش فروت. فيرتلايزينج كل الحاجات، في حاجات مرة قربنا نبقى بيرفكت كواليتي وفي حاجات لسه بدري. also game is so laggy، also عمالة تنط من فوكس و very focused كل دقيقة، إيش العباطة؟ ما هذا الهبل؟ ونعمل فيرتلايز للتراش بلانت بالمرة، شمعنا هي يعني؟ وبعدين أوري واضح إنه very uncomfortable. فين راح أوري؟ أو على ما وصلت أوري راح مكان تاني. يو بيبي تعال هنا خليني أشوف إيش معك. go to work، وتلهاش تروح الشغل النهاردة، بس أوكي. أو كلهم فقدوا الأمل في الحياة ورايحين يناموا. I guess أميرة خليها تنام شويتين لأنها محترمة وعاملة sleep مش ناب، إنما العبيط ده لأنه مش محترم وعامل ناب هخليه يصحى، بس خليه يصحى يعمل ايه؟ دايما بيبقى في حد كده محيرني مش عارفة اعمل معاه ايه. كان المفروض يعلم روز ركوب البايك، بس روز دلوقتي مش فاضية اروح. ويت خلاص كده اعتنيتي بيه ومشيتي؟ اي جاس خلينا نعمل بيلد سنو بال مع دايمن. يا اي ثينك هيبقى كيوت، حاجة يعملوها حاجة كيوت، ميبي ناخد لهم كم صورة. واميرة في هذه الاثناء اي ثينك انه وضعك كده تمام وقشطة، سو جيت اب سريعا ونحول على الاسبريشن بتاعت النكتر، نروح نكرافت نكترز. ما معناش كفاية تراش فروتس لنعمل، معانا ديث فلاور دو، معانا ديث فلاور سو ممكن نعمل فيتاليتي نكتر. خلينا نعمل واحد فيتاليتي نكتر وناخد نظرة كده سريعة تحت نشوف ايه دي الحاجات الفاوند اللي لقيناها. البيري واحدة بس، سو المفروض نعمل بيري اكتر. الفروت واحد بس، تفاح وعنب وستروبري وبوتيتو وجراس وانرجي كلهم معمول منهم كمية. الفيتاليتي عملنا واحد بس. اوكي سو هنركز اكتر على الفيتاليتي فروت وبيري الفتره القادمه من الحياه. او لوك ات ذم ذاتس كيوت، ذاتس اكشلي فيري كيوت، اي لايك ذات. او يا لهوي على الشكل ده، سو فاني. لا هتروحي تنامي ليه؟ عاوزاهم ياخذوا بوز. ويت اي فلاور رجعت واخذت 148، خلينا ناخذ صور للاول الاخوه دول، هيجننوني اي سوير هيجننوني كالعاده. شوفوا قد ايه طلعت الصور so freaking
cute. Look at this. So cute. So cute. So cute. الثلاثة طلعوا رهيبين صراحة. ما بيخليهم هنا على الجدار شويتين. أوه نسيت أشيل اللايت. السنو بال اللي عملوه ده شكله so funny. في منتهى العباطة. يناسب جدا شخصيتهم هم الاثنين. I think علاقة روز ودايمن عن جد من أكثر الحاجات اللي بحبها. حصلة so far من غير تخطيط مني. من غير حاجة كده حسيتهم so cute هم الاثنين. Discovery quiz تاني. Yay. Open the skill panel. هيو عملنا creative skill, life skill, social skill. وهنا ضايل بس watch TV أو read book. ممكن نخلي دايمن يعمل الشيء ده مع أنه راح ينام. Personality trait أخذها اللي هي الحاجات الإضافية. طلع لي cheerful. حسيته مناسب معاه مع أنه يعني هو cheerful مع الناس التانية بس مع أميرة مش cheerful. But that's okay. أختي دي راح تنام هي كمان أو ريحة تاخد ناب زي العبيطة الهبلة. How dare. وكلهم نايمين وأميرة هي اللي صحية بجد واجتهاد عادة بتشتغل. وصلنا 35,000. Oh my god. عارفين المقولة بتاعت the rich gets richer. الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقرا. يعني ده بالضبط اللي بيحصل مع أميرة. لأنها خلصت واحد من الاسبيريشن بتاعت الغنى والثراء. فصار بيوصلها كل أسبوع مبلغ من الفلوس 35,000 من غير ما تعمل أي حاجة في حياتها. I mean خلصت aspiration في وقت ما. But wow. فلوسها 735,000. امتى هنوصل للمليون؟ I don't think انه هيبقى بعيد too much. Also كان notification is so funny انه ما تنساش انه في عندك animal في الانفنتوري. و yeah بدأوا يقوعوا. المفروض اروح احطهم في المكان في مكانهم. عبينا كتير هنا في البيري والفروت. الفيتاليتي عملنا واحد بس. في الاسبيريشن كنا بدأنا ب 29 تقريبا وصلنا 34 من 50. so لسه قدامنا مشوار شويتين بس you know بنخلص حاجات. ooh fertilizer yes please. اوه ايه اللي بيحصل هنا؟ اوه هاي بيبي so cute. عاد بيتمرغ في الارض. so cute. خلينا نحط الانيمالز قبل ما يموتوا عن نفسهم. place in world. we place in world. وندي اوري شوية attention. how's it going؟ ايه اللي حصل معك في الدنيا؟ كيف امورك؟ hygiene. ooh زي نظفه كان. brush coat. واعتقد كمان ليلي هتحتاج attention لانها لحقاها لحد برا. oh hi babies. oh my god الحصانة بعد كتير ما لعبتش بيهم. oh thank you so much على الفيرتلايزر. السرير ده برضه هيحتاج تنظيف. وما للرانش هاند بيجي يعمل ايه ويمشي. listen to Zack. oh Zack بتكلمها. okay يا جماعة انصتوا نشوف Zack العظيمة بتقول ايه. what's up baby. okay I guess قالت لنا حاجة مهمة. اثار اقدام الحصانة دو في الجليد. so funny. oh thanks Ori. جنبنا كده واحنا واقفين. oh my god ما فيش اي احترام للبيبيز اللي نايمين دو. طيب anyways هنلعب مع القطة شويتين. ننظف السرير ولا نخليه you know what خليه للرانش هاند او حتى لديمن لما يصحى. الاختي دي اشتغلت كتير الليل سو المفروض هتروح تستخدم التويلت تعتني بنفسها وتنام. وبعدين بكرة يوم جديد وشغل كتير تاني. and she's very playful. nice. محتاجة شوية فن ومحتاجة تاكل. ما بنخليها براكتس. مش عارفة الجيتار يعتبر فن ولا لا. yes بيزيد الفن. nice perfect. وليلي جاية تستمع للأنغام الرائعة. ادي القطة شوية attention لو سمحتي. يا أخي القطة ديت ما فيش حاجة بتعجبها أبدا. بقالي السنة قاعدة بديها اهتمام. قاعدة بلعب معاها you know ببراش ببت بعمل كل الانتراكشنز الممكنة والغير ممكنة. ولستها فاين مش راضية تبقى happy. أنا هدفي إني أخليها تبقى happy بس مش راضية. so maybe هنطنشها شويتين. بس المهم الفن زاد على الآخر. هتروح تأكل الأخت. oh my god لماذا أنت خربان؟ لماذا أميرة. أميرة ارتاحت. نايس تعال اعملي ريبير لو سمحتي. الميل وصل. يا ترى قلنا ايه النهاردة؟ ميبي هخلي فلاور تاخد او ميبي دايمن. تعال بما انك ما عندكش لا شغلة ولا مشغلة تعال جيت الميل. صحيح قصة البتاع دوت مش بنقدر نوصل له سم. ميبي اعمل ريبلاي. طب بيخرب ليه بما انه ما فيش حد قادر يوصل له اساسا يعني اساسا. وصلنا 2 packages. so open cam wave football. الكام عندنا كامز كتيرة قوي سو ميبي هنبيعها. وpotions طبعا. boost your skill gain side effects 4 hours of energy. ميبي هنديهم لأميرة. وميبي خلي معاه الفوتبول. ميبي يلعب مع الجيرليز ولا حاجة. alright أميرة يا أميرة how about انك تحولي على بتاع الحصنة ونطلع competition مع حد من الحصنة. هندخل المستقبل
المستوى المتوسط مع زاك في سباق الإندورانس، سباق التحمل، وهوبفولي ناخذ معاها مركز كويس. وكذا كذا يحتسب ان احنا كومبيت ان كومبيتيشن حتى لو ما اخذناش مركز اساسا، يعني احنا كذا كذا كسبانين. او ماي جاد، الرينج هاند موجود او موجوده وبرضه مش راضيه تنظف حاجه. مش احنا كنا لغينا الرينج هاند ده وجبنا واحده تانية؟ والله انه الدنيا لخبطه صراحه. او ايش مالك انت بتاخد الزباله من البيت وتيجي ترميها هنا؟ مس، مش ناوي تنظفي الدنيا؟ لا بتنظف السرير ولا بتنظف الزباله ولا بتعمل اي حاجه مفيده في الحياه. واي لماذا انت هكذا؟ هستنى عليها يوم مثلا، هستنى عليها يوم لو ما ظبطش الموضوع هطردها وهاير حد تاني لعل وعسى الموضوع يتصلح. ميبي او اخذنا سيلفر مش جولد، يا خساره. اتس فاين. طب ليه بوليت ساد؟ لماذا انت ساد؟ واتس رونج؟ لماذا انت حزين؟ اميره تعالي ليتس دو ماونت على زاج ونروح نتدرب معاها. او بوليت ساد عشان زعلان من واحد من الميني جوتس. واحد من الميني جوتس زعلوه، اللي حصل في نباتاتي؟ اي كانت النباتات كلها ماتت. كم مره قالوا انهم صلحوا الباق بتاعه النباتات؟ كم مره في الحياه؟ سو انوينج. المهم ان ديث فلاور لساتها قاعده هنا، هوبفلي ما تختفيش هي كمان. ديث فلاور عن جد نادره كتير. اي هيت الباجز اللي بتحصل، بتخرب علينا الجو تماما. لما متحمسه اعمل حاجات بتنو الباجز بتيجي تخرب علينا الحياه. خلينا نشوف زاج ايه اقل حاجه سكيل عندها. جامبينج والاندورنس، خلينا نتدرب على الجامبينج. فين الحواجز؟ او هيها براكتس بيسك جامبس مع الاخت. بوليت لساته حزين يا عيني. فلاور اكلتي؟ يس اكلت. كنت عاوزه اجرب قصه لاما لير اللي بقالي سنه عاوزه اجربها، سو هتروح تقعد على الكرسي اول حاجه. ابير اون لاما لير، يس. وروز مش عارفه روز بتعمل ايه في دنيتها، بس يعني وضعها تمام وامورها تمام. او في سنتمنت مع فلاور، هوبفلي يكون حاجه. Oh my god. Hurt. Festering grudge. Hurt. ايه اللي بيحصل ما بينكو؟ What the heck. اوكي سو واضح انهم قاعدين بيتخانقوا وبيتعاركوا، بينهم مشاكل شخصية وحاجات مش لطيفة. But that's okay. هخلي دايما يروح سريعا سريعا يعمل harvest للديث فلاور تحديدا قبل ما يحصل فيها مصيبة هي كمان وتختفي. I'm so mad ان النباتات كلها اختفت. Oh maybe كان المفروض اخليها تشرب. اوكي stop اللي بتعمليه، اللي هو سكيل جين بيحصل له بوستينج، سو خليها تدرينك البوشن دوت. او ثانك يو سو ماتش، ده هيفيدنا كتير سو بوت ان انفنتوري وبعدين ماونت ونكمل تدريب. سو فلاور اكشلي لما بتعمل ابير اون لاما لير بتختفي برا اللوت على اساس ان هي راحت تعمل المقابله التلفزيونيه او وات ايفر كانت. ايه اكسلنت ريزلتس، نتائج رائعه. سو لاما لير حاجه شبه او ماي جاد مش فاكره التي في شو اسمه ايه بالظبط، بس بيجيبوا زي رجال أعمال وبعدين الناس بيقترحوا عليهم أفكار بيزنس، بعدين كل رجل أعمال يشوف ياخد مين منهم ويمول الفكرة بتاعته. سو أعتقد حاجة زي كده بس في عالم سيمز. اللامز اللي هم رجال الأعمال حبوا فكرة فلاور، مستعدين يدولها تمويل، يدولها كاش وفلوس وكده على أساس تعمل actually فكرة البيزنس بتاعها، which is so funny. أوكي فلاور، أوكي جيرلي بيزنس وومن يو. زاج وصلت جامبينج ليفل 4، خوفها من الحواجز هيقل عن الاول وهتبقى تقفز بشكل احسن. مستنيه اميره برضو توصل لليفل 7 في الهورس رايدنج، خصوصا وهي شاربه البوشن. او ماي جاد، لسه السكيلز بتاعتها كريزي، كمان لسه التريتس بتاعتها كريزي برضو. الانتر اكشن بتاع انه حد كبير يعلمها ازاي تركب البايك مش راضي يشتغل، كل ما خليها تعمله خلاص يقفوا مكانهم ما يعملوش حاجه، سو خليها تبراكتس او تتمرن لوحدها. زاج أسليب أو فقدت الأمل في الحياة وقررت تنام. The ranch needs me. Oh my god، محسساني إنك بقالك سنة برا الرانش. إيش في؟ Oh my god أخيرا تنظف. Oh thanks ranch hand. Thank you. Maybe هتشيت النباتات دي تاني كلها وخليها تنبت. هدخل كومبيتيشن تاني مع بوليت. You know لو دخلنا two competitions كل يوم هنخلص ال 15 دول بسرعة، وبعدين نقعد سنة نشتغل على الحاجات التانية. Fun. Skip prom. Thank you so much. رحنا prom مرة مش عاوزين نروح تاني.
هناك. Also, oh my god, ما فيش حد راضي يرمي الترش. هرميه أنا ولا يهمكو. خالص على الآخر. إيش مالهم الاثنين صاروا أحمر؟ زعق هني. رجع البيت لو سمحتي. أوكي okay, هتتحرك أخيراً. Oh my god. لازم دراما. لازم يعملوا لي دراما وبعدين يحترموا نفسهم. قولي إيش مالك؟ إيش فيه؟ أو oh, كل الحاجات. كل الحاجات فيه. Ask course to eat. مع إنه يعني الأكل قدامه. لك حرفياً قدامه شو بالضبط؟ بس عبيط صغير بقى وعبيط فلازم حد لازم حد يقول له ياكل. الأخت دي برضو مش هتروح تاكل من نفسها. لازم إحنا نقول لها that's fine. وأخذنا silver. كذا ما نقدرش ندخل competition تاني النهاردة. بيبي نحول على aspiration تانية ونعمل شوية نكتر وبعدين يناموا وبكرة يوم جديد. شور sure. I mean, بيعملوا إيه في حياتهم إلا كذا. الحصنة عن جد بدأت أزهم منهم. صحيح إنهم كيوت وكل حاجة بس يعني كمية البجز اللي فيهم تخليهم كتير مملين. بطلب منهم يعملوا حاجات مش بيعملوها. بطلب منهم يلعبوا بالكور مش بيلعبوا. Just too much bugs, too much عك, too much سخافة في الحياة. Oh, look at them, هم الثلاثة متجمعين. Oh, أنا نسي قصة أندري والناس دول كلهم. Resentful about no prom invite. عايشين الدراما too much. زعلانين هم الاثنين التانيين إنه محدش دعا التاني للبروم. Interesting اللي حاصل. Maybe هنتصل عليه ولا نبعت له تكس ولا أي حاجة. إحنا لما رحنا بروم رحنا مع آدم ولا رحنا مع أندري؟ ولا تعرفنا على أندري بعد ما رحنا بروم مع آدم؟ مش فكرة. أو حتى هو حتى هو resentful. Oh no. قولي إيه اللي حاصل. كان جالي اقتراح مرة إنه أعمل كذا كلوب واحد للجيرليز مثلا صحابها الجيرليز. أول حاجة هحط في requirements إنه العمر يبقى تين. Well, let's see. So Greta و إيفي مالي وناني مالي التانية وسافانا and that's it. هم دول اللي ينفعوا جيرليز. اسم ممل يعني بس whatever يفي بالغرض. ونحط لهم الفراشة maybe. I think فراشة very cute. ونخليه invite only, very exclusive. وهانج اوت مش هحط حاجة. الاكتيفيتيز هتتغير على حسب كل اجتماع ممكن هغير. سو بقى عندها two clubs دلوقتي. واحد لصحابها teens. هي وآدم كيفن سيدني. والمفروض نضيف أندري. وفي أندي برضو اللي هو أخوه. علاقتها معه مرة كويسة. يا أخي شكلي هنزل المود اللي أقدر أضيف عدد أكبر أكبر من السيمز للكلوبس عشان أكشري أعمل عن جد كلوب كبير. Maybe for now هنضيف أندري وبعدين نشوف هل نقدر نفتح السلات الأخير. No, محتاجين 500 نقطة معنا 89 بس. I mean هنضيف ناس في المستقبل. بصوا إيه اللي حاصل برا. أهل البيت كلهم نايمين. بعدين يطلع لنا الأخ الأحمر عشان يعتني بالبيبي اللي مش راضي يعتني بنفسه. أو هو كمان اللي بيعتني بالنقطة. أتليست له فايدة. أتليست بيعمل حاجة مفيدة في حياته. ليلي مش راضية تبقى هابي أبدا. إيش في؟ إيش مالها؟ أو روز 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 هتفقد واحدة من أسنانها. روز has a loose tooth. هتتخلع قريب. طبعا الأخت دلوقتي هتلاقوها very uncomfortable. وطبعا حسب الألم. كنت مستنية قصة loose tooth تحصل لروز صراحة من ساعة ما ضفوها في الجيم. أو محدش لسه صلح لها الدول هاوس. That's kind of sad. I mean الأخت دي مشغولة مش فاضية تعمل الحاجات دي. But maybe هنخلي دايما يصلح لها الدول هاوس. حاولت أخلي دايما يطلع ريلاكس رايد ويروح يتمشى هو وزاك. مفيش مش راضي يحصل. كل ما يعمل ماونت ينزل تاني. يعمل ماونت ينزل تاني. مش عارف صراحة إيه القصة مع الحصنة والبجز والعك الحاصل في السيف فايل ده. I mean السيف فايل ده أنا بتأمن سنين المضت وقرون المضت فطبيعي يكون فيه بجز أكثر من غيره. مش عاوز أتخلى عنه صراحة. جيرلي أمك مش فاضية عليك دلوقتي لو سمحتي. Embrace the change فودي. I think أميرة بتحب الأكل. يس هجرب أعمل تيليبورت. عايز أشوف الموضوع هينجح ولا لا. بعدين نبدأ الانتراكشن والبايك محطوطة في الانفنتوري مش في الأرض. Ask Damon إنه يعلمها تراي ذا بايك ونشوف هل هينجح ولا لا. على حسب ما قرأت يعني إنه خلي البايك في الانفنتوري وطلعوهم برا اللوت أساسا برا في العالم والمفروض إنها ينجح. وأي كان سينا حطت الأكشن والمفروض هتعمله. يس أوكي سو حلينا المشكلة. لازم نطلعهم برا الأرض وتبقى البايك في الانفنتوري. هجرب مرة وهم جوا الأرض بس تبقى البايك في الانفنتوري. ممكن يعني بس المشكلة إنه البايك لازم تبقى في الانفنتوري. ولسي هنعمل كل التجارب لحد ما نشوف سيمس فور أخرتها إيه معنا.
38 وفضلنا شويتين ونوصل لخمسين. More learned how to ride a bike. Yes. Oh my god, بقالي سنة بحاول أعملها. Okay, خليها تعمل vitality. عمال أعمل fruit وberry ما عملتش vitality. بس الأخت أخيرا اتعلمت تركب البايك. Nice. وصلنا للتير البعده. كنا معلقين في التير دوت مش راضية تنتقل منه. بس أخيرا اتعلمت. ودلوقتي oh look at her, مش بس بتركب البايك بتعمل حركات كمان بتستعرض قدراتها. That's cute, that's amazing. وأخيرا تقدر تعمل ride around وتعيش حياتها عادي. التير اللي بعده level 6 mental skill خلصتها, level 5 motor skill خلصتها. Go 12 hours without a negative need moodlet, تقضي 12 ساعة من غير أي حاجة negative هنا. I don't know إذا كانت دي ممكنة ولا مش ممكنة. هنحاول نعملها. Good job Rose, good job. Who is you and what do you want? Maybe هيبقى صديقنا. Flirty introduction. Oh look at him. She's so happy إنها تعلمت. That's amazing. وبعدين على طول ما صدقت طلعت البايك على طول وتلعب تاني. That's cute. I love that. Maybe هنخليه صاحب ديمن. بما إنه ديمن ما عندوش صحاب وكذا, دايما قاعد مع روز, دايما قاعد في البيت يعني. Maybe نخلي عنده صديق. Practice. وبعدين maybe نعمل club gathering. نعمل إيه activities يعملوها دلوقتي. يا الله شوفوا السخافة. لما ضافوا الغلاية في فورنت باك وممكن نعمل فيها hot chocolate, hot cocoa. ما ضفوش هنا في الكلوب اكتيفيتيز انه drink hot chocolate او hot cocoa. يا للسخافة. So maybe بلاش drink. كنت خليهم يشربوا hot chocolate على اساس انشطة شتوية واجواء الشتاء وبتاع. Maybe نخليهم play guitar على اساس يساعدوها to practice the guitar. Oh my god, go skating. هيبقى so cute في الشتاء. ضايفين hopscotch which is very very nice. Maybe بلاش guitar. Maybe هطلعهم للpark ونحط لهم رينك لسكيتينج وهوبسكوتش. Yeah, I think it's so cute. سريعا قبل ما نطلع هحط الحاجات اللي عملتها أميرة. So vitality عملت 2 وبالتالي بقى عندنا 4 vitality. Very nice, very nice. Fruit right here. This one is berry right here. والله عمالين نعبي الدنيا. Nice. So النقص عندنا في الستروبري, في الفراولة وفي التفاح وفي الفيتاليتي. ضفت لهم هوبسكوتش هنا في البارك مش باينة من التلج. So funny. But خلينا نبدأ gathering للgirlies club. Oh hi girlies. رايحة تشوي على طول؟ لا استني, أحسن من الشواء. في هنا كشك المفروض. فين الحد اللي عايش هنا؟ لماذا ما فيش حد بيبيع؟ ما نقدرش نلعب في السنو عشان very dangerous, خطير, ممكن يقعوا ويضروا نفسهم. Oh, that's funny. I guess خلينا نروح ice skate. Let's do invite to skate. طالعين الصبح بدري. الساعة لسه حتى ما جتش 8 الصبح. طلعة صباحية شتوية. So very cute. المفروض انه flower, المفروض انها بتعرف تسكيت كويس لانه كان عندها الرينك في بيتهم في دلسول فالي. فالمفروض ان هي خبيرة غير صحابها. Look at them. عمالين يقعوا كل شوية. وهي كأنها تقع شويتين بس مش بتوعها actually. Good job flower. They look so cute. So cute. محتاجين 250 عشان نضيف شخص كمان. طول ما هما بيسكيتوا بيعملوا you know الاكتيفيتي اللي محطوط هنا, عمالين يجمعوا نقاط. I hate انه في شخص داخل في النص معاهم. عاوز امشيه عشان يبقى الرينك ليهم لوحدهم فقط, but that's okay. وفي حد واقف برا very creepy. اول بتاع فتح. Nice. Oh my god, تخيلوا في الاجواء ديت يروحوا يشربوا حاجة. I mean انا بحب قوي فكرة oh my god look at her بتتزلق بظهرها قاعدة بتستعرض قدام صحابها. So cute. Yeah, كنت بقول بحب قوي فكرة الهوت شوكليت في البرد, بس مشكلتي اني مش بحب اشرب شوكولاتة سخنة. So مش بشرب هوت شوكليت خالص. ممكن كافي okay. بس فكرة الهوت شوكليت بالمارشميلو كده for me so nice. Okay, الساعة بقت 10 almost 11. maybe بطلوا go here together عشان يبطلوا كلهم مش تروحية لوحدها. صراحة نظام clubs مع pack get together عن جد كتير 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 حلو. I love it. Hot cocoa, yeah. باقي الجيرلز قوم هنا يتزلقوا تاني وفلور قاعدة بتحكي مع ماري هنا. 3 نقاط يوصلوا 250. Yes, give me this. One more person. Yes, please. نضيف مين؟ Savannah. Look at Greta. Oh my god, she's so good.
او ماي جاد، شوفوا الاستعراض بتاعها. سو فاني. ميبي اخر حاجه هيعملوها يروحوا ياكلوا. خلينا نشيل الحاجتين دول عشان خلاص يبطلوا. اعتقد الاكتيفيتيز طريقه برضو مره كويسه انه نتحكم في تصرفاتهم وكذا. ايت ونروح نطلب اوردر فود. بريتزل ساوندز يامي. وهوبفلي يجوا ياكلوهم كمان، بعدين اخليها تروح البيت. المفروض اني اوقف الفيديو مدة التسجيل دلوقتي يعني ساعة، بس أنا عادة أصلا بجيم يعني بقالي مثلا ساعتين ولا حاجة. بات عاوز أخلي أميرة تدخل كومبيتيشن سريعا. زاج المفروض نعلي سكيلز بتاعتها. ممكن ندخل الإكسبرت من الشو جامبينج. عندها الجامبينج 4 المطلوب 7، يعني ناقص 3 وهنا ناقص 1 بس. أكشلي لا، دي أحسن كمان، يعني 5 ناقص 2 بس في التمبرمنت. يا خلينا ندخل إكسبرت من الويسترن بليجر. أوه ممكن نعمل هاربست. تعالى. Oh my god شكل السقف متغطي كله تلج، مفروض انه سقف ازاز. فن. وسنها لسه بيوجعها. وبسي ممكن تعمل ويجل، تحركها بلسانها او بايدها او كده. ممكن تعمل بول اوت، شدها مرة واحدة وتخلص، بس اعتقد هعمل ويجل. فيرست بليس، that's crazy. لما بتكون السكيلز ناقصة بناخد فيرست بليس، لما بتكون كاملة بناخد سيلفر ولا اي حاجة تانية. انتر كومبيتيشن تانية مع مستر بوليت. مش عاوز ادخل معاه ماستر، عاوز الماستر يكون مع زاك. سو خلينا ندخل انترميديت من الشيء دوت. طبعا هو السكيلز بتاعته ماكس في كل حاجة، سو مش هنشيل هم سكيلز. في هذه الاثناء ممكن اخلي دايمن دايركت هورس to practice barrels ونخلي زاج ما بتروح تتدرب مع نفسها. هنا مش بقول لكم هو السكيلز بتاعته كاملة واخدنا سيلفر. فاني. وصلت دلوقتي ل 12، فاضل لنا 3 كومبيتيشنز ونخلص النقطه دي. فيري نايس فيري نايس. بس اعتقد كده هو خلاص هوقف الفيديو. مره هيكون طويل، بس هوفلي يكون ممتع بالنسبه لكم، وهوفلي تكونوا متحمسين للقادم. سوش تعملوا لايك شير سبسكرايب اند اول ذات، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.